حصة الغيث صاحبة ترك ألذ سوشي في ضيافة سيدتي. أهلا بك حصة. أهلا وسهلا فيكم، حياكم. الريحة خيال ما شاء الله. عدا غزل إكسبرت خبيرة. أي أنا أحب السوشي. أيوة ألف صحة عافية، إن شاء الله تجربون، واليوم نختبركم في ألذ سوشي أو تختبروني، ما أدري من يختبر شو. حبيبتي حصة، أبغاك تقولي لي في البداية كيف بدأتي مشروعك، وإيش اللي خلاك تفكري إنه سوشي؟ بدأت تقريبا من سنة ونص. أبدا كانت تجربتي، رحت مطعم ما عجبني، أنه ما تقبلت السوشي. فرجعت البيت أبغى أجرب الناس اللي تحبه كيف تحبه. فأنا أحب الطبخ بشكل عام، فصباح رحت سوبر ماركت وقررت أني أجيب أغراض السوشي وأجرب. والحمد لله يعني جربنا من أول مرة. من أول مرة عرفتي كيف تلفيها وكل حاجة؟ طبعا أنا رجعت من مطعم الساعة 11 في الليل، من 11 لين الساعة 7 الصباح، وأنا اليوتيوب ساعدني كثير انه ادخل اشوف كل المقاطع اللي تساعد كيف ان احنا نسوي سوشي. فصار بالنسبه لي شيء سهل، بس مره مرتين للامانه نجحت اول رول، نجح من البدايه، لكن كدقه اكثر اكيد في التكرار. اي طبعا اكيد حصه، سوري بس لانه في مثلا بعض انواع الرز لازم تكون بخل معين، كبستها، عملتها، ضغطتها، في شيء السيويد من برا، في شيء السيويد من جوا. صحيح. هذا عندك كل الاشكال، سيويد من برا، سيويد من جوا، في ماكي، في كملي نتعلم منك غزل. للامانه انا في الاسماء، ونصحتني واحده قالت لا تفكرين بالاسماء، انك كل مطعم اصلا يسمي بالشيء اللي هو يبغاه. اسماء انت اخترعي الاسم اللي انت تحبينه على هذا الشيء وسمي. هذا في حاله الرول طبعا، بس مثلا في اشياء بيسك اساسيه ما اسويها لانها نيه. انا ألذ سوشي ما يسوي اي شيء ني. انا وياك اتفقنا بالضبط. خلاص بما ان انا 70% من السعوديين اتفقنا الحمد لله. يعني طبعا السوشي في الفود تراك، انت عندك فود تراك. نعم. يعني هذه يمكن جديده عندنا طبعا. هذه بايش تتميزي السوشي حقك؟ تتميز بايش؟ النكهه المقبوله عند الشعب السعودي. حلو. احنا سوشي ياباني لكن بذائقه سعوديه. الله كيف يعني هنا شوف، هذه فيه الصوصات هذه. أيه. يعني هي الصوصات هذه مختلفة مختلفة تماما. أيه. الصوصات أبدا ما في الصوصات، ما رجعت أبدا لأي صوص ياباني. حتى الصوص الياباني جبته لكن ما تقبلته كثير. فأنا سويت الصوصات بنفسي. طب لو تكلمين عن أنواع السوشي اللي هي الأكثر عليها إقبال وطلب عندك في الفود تراك. طبعا دلعنا أفضل نكهة عندنا وخليناها سيدتي. هو أفضل رول عندنا. ليش مكوناته؟ كرانشي شريم. كرانشي. كرانشي شريم. السيويد من برا مطعمينه بحيث انه ما يبان النكهه المزعجه اللي تضايق الناس. حطينا عليه نكهات كثيره بحيث انه ما في اي نكهه ممكن تضايق الناس اللي تنتبض كذا لما تطعم السيويد. بالضبط. طب ايش حاطه معاه؟ يعني عاده مثلا بنشوف في السوشي اكثر حاجه مثلا بتكون موجوده افوكادو. هو شريمب وخضار منوع اللي هو خس، بصل اخضر، خيار، افوكادو، كل هذا يصير جوا مع الشريمب. طبعا مستخدم الوسابي صوص طبعا لازم، والجنجر يعني. ولا كانه مطعم احترافي يعني ياباني مضبوط. يعني انت كسيده سعوديه عندك فود تراك وكمان بتبيعي اكله مختلفه يعني عن المجتمع عندنا، ايش الصعوبات اللي واجهتيها عشان تفتحي هذا المشروع؟ والله الحمد لله احنا واجهنا صعوبات كثيره لكن تحديناها، خاصه الطاقم النسائي عندنا. اولا ما كان يصرح لنا احنا كسيدات اننا نفتح التراك باسمنا. بفضل الله ومساعده البلديه وصحه البيئه اشكرهم، ساعدونا وصارت الحين التصاريح باسمنا تطلع. اولا كانت لا، وكان نفس الشيء ممنوع اصلا احنا نوقف في التراك حقنا، ممنوع السيده توقف تراك تبيع. صحيح. فانا ايش استفدت؟ انا ابغى اواجه جمهوري واشوف. وتوفري حق العماله لما توقفي بنفسك، بتوفري انت انك تجيبي عامل او اي احد يوقف بدالك. بالضبط. يعني هذه صح تاثر على ناس كثير، لكن انا كألذ سوشي هدفي مني اوقف داخل التراك حقي اني اشوف زبوني ياكل ويطعم ويشوف رده فعله ايش هي. انا ابغى اسال عن الادمامي، ايش اللي حاطه عليه؟ أي. الإدامامي هذه بهارات احنا أي. سويناها مختلفة عن اللي في المطاعم، ممكن تجربونها. ايش ايش الاشياء اللي دكحتيها فيها؟ ممكن اللي ما يحب الثوم للأسف هي مركزة بالثوم. تتبيلتها بالثوم والصويا صوص. تفضلي. اي لازم اجرب طبعا. تمام. منكهة بالثوم والتوابل.
توابل يابانية. بس دائما عندنا نقطة الأدمامي ما يعرفون المتابعين يأكلونه، وأنا للأمانة أول واحدة. طب وكيف نأكل هالمطعم؟ أنا أكلتها، أنا أول تجربة لي في مطعم ياباني أكلتها كلها. لا عادي، هي حاجة تتقشر يعني، هي اللي جوا بس. أيوة هي تفصفصيها بالضبط. غزل لا تتكلم معايا كأني أنا محترفة مطاعم يابانية، أنا مسكينة. لا لا للأمانة أول تجربة لي في مطعم أكلتها كلها، وأقول يا الله ليش في عرقاني ضايقون كذا. طب معلش أنا أدوق طبعا. طيب حصة برضو الديناميت شريم من أساسيات اللي هو أيوة، يعتبر فيه مطاعم كثير تعتبر من أساسياتها الديناميت شريم. إيش الصوص اللي أنت أو إيش اللي ميز الديناميت شريم عندك عن أي ديناميت شريم موجود في أي مطعم ياباني؟ الديناميت عندهم ممكن يكثرون يعني الصوص بالزيادة مرة بحيث أنه تلتغي القرمشة شوي أحيانا، لكن الحمد لله احنا فزنا. جربوا واحكموا انتم. بدي اجربه طبعا، انا ما اعرف افكر ستيكس دائما يعني عندي مشكله في ذا الموضوع، يمكن عقلي ما هو راضي يوزن الموضوع ده، ولكن ريم شوفي خلاص مسكت غزيت والله غزيت فن ما عليك اهو. طب لو تحكيني عن هذا. هذا بالرز الاسود طبعا، انا قلت ابغى جلاس اجيبه. طيب هذا اللي انا ملاحظته انه ما فيه شريم صح؟ اي هذا مو بالشريم، هذا خضار كله خضار بس. أوكي. في كثير يجوني ما يبغون الشريمب ولا الكراب، فنخلي لهم خضار بحيث انه يصير في خيارات كثيره لكل الجمهور، مو احد معين اللي يحب البحري او حتى انه حطيت نكهه بالدجاج لانه هو ما في سوشي بالدجاج، لكن حطيناها للناس اللي يعني تبغى الصوص يعني مع الدجاج عشان يكون في شويه تغيير، تقريبا يعني يطلع مقارب بنكهات سعوديه بنكهات بذائقه. النكهات هي بس الدجاج اللي حطيت، مع انه قال الحين كمان في الفلفل. هذا الشيء مره لذيذ، مره لذيذ يعني بالذات الناس السبايسي يعني. يديك العافيه خلطاتك ووصفاتك. هذا اللي عليه، هذا كمان عليه كافيار شريمب. هذا رز من برا السيويد من جوا وقول كافيار، حتى الكافيار القليل يرغبونه، لكن اي حتى انا ما احب الكافيار. طب حس عني جدا ابغى اسالك بحكم انا اصلا احب السوشي والى حد ما خبره فيه، السيويد بتلاقيه بسهوله هنا عندنا في الرياض؟ اي بس اسعاره غاليه مره، لازم تطلبينه يعني طلبيات يعني كميات من برا من مواقع من كذا، تطلبينه كميات ولا هنا يعني غالي بزيادة يعني. أي صح، ومعروف أصلاً إن السوشي غالي جداً، وطريقة الشغل السوشي يعني صعبة ويبغى لها معلم مزاج يسويها يعني. طبعاً أنت لما وديت يعني قدمت السوشي في الفود تراك، الناس يعني أكيد في أسعار المفروض ما تقدر تنزلي عنها، ما حيكون مثلاً مرة رخيص لأنه سوشي في النهاية. أي بالضبط. فالناس كيف لقت الإقبال يعني برغم إنه السوشي معروف إنه مش رخيص؟ اللي يجرب عندي يرجع مره ثانيه. فانا اي لا يعني ما شاء الله مبين الالوان قد ايش يعني شغل المطاعم يعني، فعلا ما تقولي انه شغل يكون بس انه هاند ميد وخلاص، لا يعني مبين ما شاء الله كيف طريقه الصوصات والتوزيعات اللي عندتها. ما هي قالت ابغى اجرب ده يعني الكافيار. لا ابدا، انا زي ما قلت لك الحمد لله اللي يجرب عندنا على السوشي النكهات يرجع مره ثانيه وما يفكر ابدا بالسعر، لانه يعرف انه بيلاقي شيء يستحق السعر اللي هو معروض كيف فيه. كيف بالنسبه للطلبات الخارجيه؟ على الواتساب احنا دائما نتواصل عن طريق الواتساب. تشوفي الدمار الشامل اللي قاعد بيصير هنا. يا رب ان شاء الله انه ايوه يا سلام عليك. وفوقها صراحه حصه وهذا الشيء كمان مره لذيذ. وترش بشكل عام كله لذيذ يعني. اللي انا ترش المفروض احنا الجلفز نسوي جوا، بس اني خايفه اجيب. طب اقول لك انا شيء حس، انا طبعا اشكر وجودك معنا وخليني اختم عشان ايش؟ يلا ندخل براحتنا. مشاهدينا احنا كده وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، نشوفكم بكره في نفس الموعد في امان الله.